فين من الوراق عندك؟ عاود لي شنو المشكلة عندك؟ قرب لك ميكرو. المشكلة تقول ذوب الشاب باش نتسنى. أنا المشكلة عندي هو أختي دابا حنان زهير. دابا المشكلة اللي كنهضر مع الوالدة ما كتصنفش فيها الصفة نهائيا. اللي كنهضر معها تانا نفس المشكل. دابا السيدة هادي أنا كنطلب من هاد السيدة تدخل عليا من الدار. من الدار ديالي. الدار ديالي أنا ماشي الدار ديالي. هاد السيدة أنا ربيها ماشي زعما أنا ربيها السيدة. شنو المشكلة اللي عندك مع أختك؟ المشكلة كانت هاد الفلوس هدات فلوس واحد 60,000 هدتها من المالية اللي عندي في البيت. هذا لي انايا متفق فيه نشكا هذا هو الاساس اللي كان هذا لي هو من دي اوي اسبانيا كهز قام معايا في الدار السفلي لان انا مزوج مطبقه دابا حالت السيده الدو انا يدي عامل عليه يتحاسوا عليا كانوا لي دوكو المهم اي طريقه كدير معاه اي طريقه حتى يتوعد مني الصراحه ديالي انت باش عرفتي اشرات لك هذا المبلغ هذا؟ ها؟ انت كيفاش عرفتي اش فات لك المهم؟ كاين الناس اللي حاضرين في راسي كاين الناس انا ما عرفتش كيما الله فوق من الجميع انا مانيش على انايا انا واحد الانسان مات وانا الناس حاسين نقب وحدي انا الوالد ديالي فقط بس الله حاسين عفوا السبب هذا وصح الدار ديالك؟ الدار ديالي اه ساكنه معك في الدار ديالك؟ ساكنه معي في الدار ديالي وما كتسناش الوالدة وبعد الوالدة كتبع الدوبة دا وانا كنوقع انا كنت عارض ليها بس انا بس من الدوبة سامة الله فمسين احوالي السين هي فرقعات شباب فرقعات الشباب هذا الشيء صاروش بعيني هذا الشيء كان الوالدة اكد عليه وقت السمارات شو بعيني الساعة الله بحوليني هي علاش فراش هاد الفلوس؟ هي علاش فراش الفلوس؟ ما عرفتش كيف تصرفت هي هاد الفلوس انا دابا سيدي فجات عندك قالت لك عطينا تعطيها؟ عطيها مرحبا لابس فانيلا جا عندي غير سعيدة مرحبا هاكا حسيت ما عليك هاكا سيدي تدور مع سيدي عندي مرحبا بك ماشي مشكل ولكن تخليني تخليني تنعس تخليني لا انا ربما انسي سوايع كنتي انت محتاج داك الفلوس ضروري علاش كنتي مخبي داك الفلوس؟ اش كتب على المسائل كلها كتب دير بهم عمليه على ظهرك قلت ايوه عمليه تاع ظهري انا عندي تحل الظهر هاي كانت قويه هاي كانت قويه عند الطبيب كلش شي شي عند الطبيب شنو قال لك؟ شي شي عند الطبيب اي حد يفتح انا بغيت نفتح انا بغيت نمشي لراسي نمشي للبلا نتاع نفتح لان عندي تحبه في بحال الكره دابا كانت كتشوفك الاخت ديالك في اللايف شنو تقولها؟ كانت كتشوفك الاخت ديالك في اللايف شنو تقولها؟ والله في الله يديك على السيده ديالك الله يديك الله يديك التسع صافي هذا هو الكلام اخر هو درتي بها شكاية؟ درت بها شكاية على البنوك وكيهضر معاه ونفس المشكل نفس الوضعية حتى نسوي وهكا هضر مع البنوك واخا ولكن رجعت الديك تملات انت باش عرفتي اش فرات لك هي الفلوس؟ كيفاش عرفتي انت هي اش فرات لك الفلوس؟ لا انت ساكن ماشي انا كيف عليها لا حسب لا ما فيش هذا لان هزت لي هزت لي هزت لي هزت لي انا عرفت ولكن الاماره كان اماره الماليه باش هزت وزاد حق كتاب وخويتي وزدت وعيدة بحوقة كيفية حد وعيدة هي عندي سيشتين عام تعمى عدو ما عدو عندي وعيدة وعيدة كم صعلة بحاليين باش كنت طالب انت دابا؟ ها؟ باش كنت طالب انت دابا؟ انا كنت طالب من السيدة حد التسع عليا يبدا صح لأن عيودة صار عندي دابا عامين وثلاث سنين كتحرشهم عليك شنو كتقول لهم؟ ها؟ شنو كتقول لهم؟ كتقول لهم دابا دابا بأي حاجة علاش هادشي كامل؟ ها؟ علاش هادشي؟ هادشي ما كنقدرش نسمع دابا راه ولدي ما عرفتش عليك خلي ندير لي بعد فهمتي خلي ندير لي بعد احترمني
على هالشيء كيفاش دير اللي بغات مزوجه هي مزوجه طبقه مطبقه راجع الشيء في حين يسير انا وقفت على انسان وقاعد نجلس مع اذا قانونيه سأستزادني من صبيان وقد فعل صابر أولي كل الله